حياتي صار لي 3 ايام انا متزوج الحمد لله، وزوجت وياي اكيد. ويعني بالنسبه للغيره، انت سالتني على الغيره، الغيره موجوده يعني طبيعيه بين المراه وبين الرجل ايضا كذلك. يعني اذا مثلا مرات تشوفها اكيد تصير عندها غيره من اطلع وياها، مثلا اشوف مثلا عين، اكيد الشباب هاي شيء متين من عنده، عينك تميل منها عينك تميل منها مثلا، اكيد هاي شيء يعني طبيعي، اكيد راح تصير جره، تصير شيء متين من عنده اكيد. اي هاي بخصوص هاي الغيره، تبقى بالبيت نفس الحاله اكيد، يعني عندي غيره عليها وهي اصلا يعني كذلك عندها غيره علي طبيعي. اي طبعا، يعني احسس انه اني وموجوده ويا ولد عينك هيك وهيك اي فصير عنده غيره طبعا حتى داخل البيت. يعني احيانا اذا هو عنده ثقه بي اكيد ما راح تكون محاسبه، وانا هم عندي ثقه بي ما راح اصير محاسبه. بس اذا هو الشخص كان ما عنده ثقه بزوجته او حبيبته او صديقته اكيد راح يقوم يحاسب، بس اللي اذا هو كان عنده ثقه ما راح يحاسب. الخوف اكيد، اني يعني اخاف واحرص عليه وعلى بيتي اكيد. اي اكيد، يعني سببها شلون نقول، احرص على بيتي وعلى اطفالي بنفس الوقت، واتبع تصرفاته، لان هذا الشيء الدافع، لان هو يحبني واني احبه بنفس الوقت، وعلى ما تصير مشاكل وخساره بين الاثنين. شيء مشاكل يعني ما بها اي نفع، يعني من ناحيه المراه تسوي مشاكل، بس من ناحيه الرجال بالعكس هي زينه. بس يعني نريد احنا الغيره بعقل مو بدون عقل. صح غار على رجلك وعلى خطيبك وهاي، بس هو الرجل يعني يغار عليه شو يعرف هو شنو، بس مو مثلك. اولا هي مو انتشرت بالاونه الاخيره، ترى هي مساله عاديه جدا كلش، يعني من بدايه الخليقه من الظهره خلينا مثل ما نقول، وهي مساله طبيعيه. انا يعني برايي اذا ماكو غيره بين الرجل والمراه فماكو حب، يعني مسألة كلش طبيعية. والله موضوع الغيرة، انه الغيرة تجي من دافع الحب يعني للشخص. الشخص اذا يحبك يغار عليك. بس من يصير بها ملحة او يصير موضوع الشك يصير مو حلوة، يصير مشاكل بين الشخصين وخاصة المتزوجين. اي اذا يصير ملحة بالموضوع شيء اكيد. يصير مشاكل، يصير شك، ماكو امان، خاصة الموبايل ساعة كم شيء موبايلك. يقلبون بي على الغيرة النساء، نقول غيرة النساء احنا كمتزوجين دائما هي المرأة تغار، طبعا اي مرة هي تغار، بس الرجال مرات هم يخلي شك، يعني مرات عند المرأة وهي مرأة ماشية عندنا انها غيارة عامة هي غيارة، فعندنا دائما تصير الشك، لان مرات الرجال مثلا يطلع مثلا دق عليه مثلا اي واحد يطلع بالليل، فهي طبعا يصير عندها في غيرة، فهي الغيرة موجودة عند المرأة من زمان. اكو غيرة قاتلة وتسوي مشاكل صراحة، واكو غيرة مبالغ بيها، يعني بس قدام العالم انه تبين انه انا داخار على زوجي، هي هاي اللي سبب المشاكل. يعني اتمنى انه يخففون من جانب الغيرة، يعني الانسان اللي ثقته بنفسه عالية يعني ما صار يعني فتشي، يعني قاعدة ناخذها، لانه معناها لا رجل يقدر يشتغل بدائرة ولا المرأة نفس الحالة. فاذا تظل دائما تغار عليه معناها حياته حتقلبها الى جحيم، نفس الحاله هو هماتين عليها. يعني اذا كل ما تكون متفهمه بهذا الموضوع تكون احسن، لانه ماكو انسان ما عنده علاقات مثلا اذا مثلا بدائره او مكان عمل ثاني، يعني هو يعني اختصاصه تصوير، من حيطلع حفله او فد شيء، خما اني اظل يعني ورا او فد شيء بحيث انغص عيشته، صح؟ مو هي تعتمد على انه الرجل او تعتمد على المراه. المراه مرات تكون غيرتها اكثر من اللازم، دا اقول لك يعني. العفو. والله انا بنظري كمجتمع عربي هنا المراه حاطه الغيره اول شيء، وتحاسب رجلها على النفس اللي يتنفسه. اذا لزم التليفون فتحط له الف سؤال وسؤاله عليه الف علامه استفهام. وإذا حكى ويا أي وحدة رأسا تخلي الشيء الموزين قبل الشيء الموزين. بس كعن نفسي أنا إذا أشوف أي وحدة حلوة أقول لرجلي بأنه شوف هاي ايش قد حلوة، ما بيها شيء. يعني ماكو أحد يحاسب على النظرة، وحتى ذا يصادق، مو شرط الصداقة تكون لازم صداقة تكون صداقة بريئة. طبعا هذا ابن عمتي ومثل أخويا.
ويدري رجل طالعه وياه ومصادقته وعلاقتي زينه وياه وما فد يوم غار ولا شك ولا فد شيء. وحتى زوجي من يطلع وياه صديقته انا ما اضج ولا ازعل. لانه يعني خاله دائما الشيء الزين اللي قدامي. بالسويد. انت بالسويد؟ اجيت زياره للعراق؟ اي جت زياره للعراق والكل منتقدني طبعا. والله هو الشك واقع حال والغيره واقع حال عند المراه وعند الرجال. انا هذا مبدئي. كان هذا شيء مبدئي، الغيرة هماتين موجودة بين من مرة لمرة هماتين ترى، مو بس من رجال الرجال أو من رجال المرة، صح لو غلط؟